بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا في كل مكان أينما كنتم نجدد لكم التحية هنا مشاهدينا مع هذه الانطلاقات القوية في طريقنا للحاق بهذا الشوط وشوط خاص للقاية. مشاهدينا جعدان لأصحاب السمو الشيوخ، المسافة هي المقررة 4 كيلومترات في هذا اليوم الجميل في هذا الافتتاح لهذا الموسم الممتاز. نعود مباشرة إلى مقدمة الشوط والمقدمة والمركز الأول، هناك من يتواجد في الصدارة من البداية مع مياس لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وهناك جمعة بن عتيق الرميثي من دفع بهذه السلالة الجميلة. المركز الثاني، المركز الثاني هناك هملول اللي قادم لهجن الرياسة مع سعيد بن شطية الوهيبي متواجدا ثاني والدور دور المركز الثالث، حيث كفو أيضا متواجد لهجن الرياسة مع حمد بن شطية الوهيبي في المركز، ولكن حمد محمد بن مبارك المهيري اللي متواجد مع كفو بشعار هجن الرياسة في المركز الثالث. الدور دور المركز الرابع، المركز الرابع هناك اللي متواجد في المركز الرابع شعار سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، هناك اللي متواجد مع علي بن حمد البطيط اللي في المركز الرابع. مشاهدينا المركز الخامس، المركز الخامس هناك ايضا شعار سمو الشيخ هملول لسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد بن خليفه آل نهيان، ولسمو الشيخ سيف بن خليفه بن سيف آل نهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي. نتواصل مع المركز السادس، مركز السادس شاهين لسمو الشيخ زايد بن المر مكتوم آل مكتوم مع حمد بن علي العويسي في التطمير، بينما اللي قادم سوقان لهجن الرياسة مع حمد بن شطية الوهيبي في المركز السابع، والمركز الثامن هملول لهجن الرياسة مع سعيد بن شطية الوهيبي. المركز التاسع شاهين لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ومع تطمير عتيق بن سالم بالعرطي الحميري، والمركز العاشر راكن اللي قادم مشاهدينا اللي وصل ايضا هو كما نتابعه اللي قادم الشرس الذي وصل لهجن الرياسه مع صالح بن سعيد بالعري المري. هذا هو النداء الاول للمراكز العشرة المتقدمة من خلال هذا النقل الحي المباشر لقناة أبو ظبي الرياضية. شكرا لكل هذا الفنيين اللي متواجدين. نعود للمقدمة، نعود للصدارة، نعود لمياس لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان الذي يقدم لنا في هذه اللحظات أداء ممتاز مع تطمير المحترف جمعة بن عتيق الرميثي. هذا هو أمامكم أيضا مشاهدينا الأعزاء في الصدارة والمقدمة والمركز الثاني ثاني، هناك عن قرب هملول متواجد بشعار هجن الرياسة مع سعيد بن شطية الوهيبي في المركز الثاني. الدور دور المركز الثالث، هناك كفو لهجن الرياسة مع محمد بن مبارك المهيري في عملية التطمير، واللي وصل أيضا في هذه اللحظات كما نتابعه في المركز الثالث مشاهدينا هملول لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان مع تطمير سعيد بن مبارك الوهيبي. والدور دور المركز الخامس اللي وصل شاهين لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وعتيق بن سالم بالعرطي، وهناك القدوم الاخر مشاهدينا من قبل سوقان لهجن الرياسه مع حمد بن شطيط الوهيبي. والدور دور المركز السابع، هناك ايضا شاهين لسمو الشيخ زايد بن المر المكتوم آل مكتوم ومع حمد بن علي العويسي في التطمير، ووصل ايضا هناك اللي قادم هملول لهجن الرياسه مع سعيد بن شطية الوهيبي المركز الثامن والمركز التاسع، هناك ايضا شعار سمو الشيخ زايد بن المر بمكتوم آل مكتوم. مشاهدينا في كل مكان بعدما وصلنا الى الانعطاف وبدت المنصه تبان وبدا مياس يعسر ما شاء الله، هناك العزف الجميل والرقص الممتاز، وهذا الشعار ايضا شعار الجميل شعار سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان ومع جمعه بن عتيق الرميثي بن خليفه متواجد في مقدمه هذا الشوط من البدايه، وهو هملول وصل هملول من الناحيه الاخرى لهجن الرياسه مع سعيد بن شطية الوهيبي، بينما مشاهدينا ايضا شاهين لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع عتيق بن سالم بالعرتي واصل في المركز الثالث، بينما هنا ايضا هملول في المركز الثالث ولكن تغير، هناك شاهين هملول وصل او سوغان وصل سوغان وصل
لهجن الرياسة مع حمد الشطيط الوهيبي. يا السلام، أداء ممتاز للقناة. والمقدمة ما زالت هناك هملولية، تغيرت المقدمة، تغيرت هملولية مع هذا الأداء الجميل لهجن الرياسة مع سعيد الشطيط الوهيبي. وهناك التغيير اللي طرى، وهناك وصل الآخر ما شاء الله شاهين لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع بالعرض عتيق. السلام، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة يا من لو ناموس، تغيرت النتيجة. التهانين لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، والتهانين لعتيق وسالم بن عرثي الحميد. المركز الثاني سوقاء لهجن الرياسة، والمركز الثالث هملول لهجن الرياسة، المركز الرابع مياس لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد الهيان، والمركز الخامس سوقان، المركز الخامس نعم سوقان هملول لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف الهيان، المركز السادس والسابع والثامن عن لجنة التحكيم. مشاهدينا في كل مكان،